أكيد زي ما قلت أبو جود، يعني النادي الأهلي الآن في المرحلة هذه أنا بالنسبة لي مو لازم المستوى، أهم شيء استعاد الثقة لنادي كبير زي كذا بين الجمهور واللاعب وبين اللاعب والمدرب، والمدرب والجمهور يحتاج إلى فوز، هي الأهم من قضية مستوى. لذلك اليوم أنا بصراحة الأهلي أنا حسيت اللي تغير فيه نوعا ما الشراسة. الشراسة؟ إيه اللي أتكلم عنها. انت تشوف الزهراء علي الاسمري كيف كان يقاتل داخل الملعب، تشوف كيف اللاعبين يحاولون يفتكونها بسرعه الكوره، فكان فيه اللاعبين كلهم يبغون، حتى السومه تلاقيه في فترات يرجع ورا حتى عند الظهير يبغى يقطع الكوره. اول اللاعبين خصوصا المحليين ينتظرون اللاعب المحلي انه يسوي كل شيء، او اللاعب الاجنبي يسوي كل شيء، وكان الامر لا يعنيهم، كانهم بس يقول انت سوي كل شيء وعطنا الكوره. اضافه الى ذلك ان في جبهه اليوسكي، بصراحه وضح في جبهه اليوسكي ان في واحد اسمه عبد الرحمن غريب كان محطه لليوسكي، ابدا عطاها عبد الرحمن غريب، ثبتها عبد الرحمن غريب، يغلف الكره له ويدفها اليوسكي، اليوسكي يكمل باك، كان دائما يسوونها. الشوط الاول كان انداو عنده معاناه لان ما عنده ظهير يمين، بس لما نزل النقاز اللاعب التونسي بدا انداو تظهر خطورته. بالتأكيد أن السومة وخبرته برضه أضافت كثير لديه، إنهاءاته استغلال الفرص أضافت كثير. ولا يتوقع أحد بالنتيجة هذه أن الطائي كان صيد سهل، لا الطائي كان يعني في كل لحظة من اللحظات ممكن يجيب هدف، ولكن مراكز القوة اللي عنده زي أمير سعيود أو رأس الحربة كانوا مراقبين مراقبة لصيقة جدا، وخسروا برضو موسونا كان لاعب يكمل الثالوث هذا اللي هو ماليلي اللي رأس الحربة وسعيود وسونا، ما نزل اليوم. مع ذلك برضو أمير سعيود مع ذلك أنهم كانت مراقبة لصيقة لدرجة. تشوف الملعب حق الطائرة راح يكون مشكلة للفرق جدا وجدا كذا ما فكرت على طول جدا جدا، لأن الفريق واضح أنه يعني خلينا نقول الرغبة عنده عالية شرس. ما كانت ثلاث نقاط مجانية للأهلي أخذها بسهولة؟ أبدا، أخذها يعني زي ما يقولون من فم الأسد في اللحظة. الطائي خصوصا في ملعبه، والطائي حافظين حتى أنفسهم إذا جوا قدام، أوكي ما عندهم الاحتياط الكامل، ولكن تحس الفريق هذا فعلا يلعب بروح الفنيلة. الجمهور اليوم كان فعال جدا. شلون حافظين نفسهم قدام؟ يعني خليني أقول الثلاثي اللي تكلمت عنها، أنت لو ترجع لمباراة التعاون لو الشباب عندهم لقطات، نسختين الهدفين زي بعض، ألعبها المليل محطة، مسونا جاي هدف الأول، الهدف الثاني تذكرون الناس لمباراة التعاون لنفس الحكاية، مليلي عطاها مليلي على أمير وهدف، فلذلك واضح أن هذا اللاعب محطة والاثنين هذول يجون من وراء كزيادة يسجلون أهداف له، بس نقص منكم مسونا. لذلك المدرب واضح انه قفل على الارتدادات. النادي الاهلي المباراه هذه مسك، خلينا نقول كان في جديه، انا اتكلم عن الاهلي، شوف الاهلي اذا بغى يمشي بصراحه وعنده الامكانيات، بس المشكله اللاعبين انا ما ادري هل هي عدم ثقه، بعضهم ما يبغى يعطيك عمره، يعني ما يبغى يلعب اقصى جهد عنده، ترى اوكي انت فنان، ولكن يفترض انك الكوره اذا صارت ضدك خلاص ترك الفن على جنب وخلك مقاتل جوا الملعب، خلك سريع في الانقضاض، خلك سريع في الدخول، خلك سريع، انسى انك انت اللي تلعب شوكه وسكينه، استلمتها العب بالمهاره خلاص، سوي اللي تبي والعب بمهارتك بفنياتك برؤيتك بوقفتك اللي في وسط الملعب. من يوم مجرد ما تنقطع خلاص لا تعرف احد في الملعب، اقلب على انك تبغى الكوره دي تقطعها ولا تتعدى المنطقه اللي انت فيها. لذلك الاهلي لازم يلعب على الشكل هذا. انت تشوف المدرب يحاول معاهم، أنا شفت وأقول لك الأسمر هو النموذج اللي كان صارخ مرة في وسط المباراة، لذلك حتى تلقى لعبه مع أمير في أكثر من كورة لعب جدي، تلاقي عبد الباسط برضه لعب جدي، ولكن الفريق يحتاج إلى المقهوي يلعب جدي، المجحد يلعب جدي، السومة لما تنقطع منه الكورة ما يخليها تروح، عبد الرحمن غريب مهم جدا، مع أنه اليوم كان زي ما قلت لك أنا كان محطة بنى عليها اليوسكي الهجمات.